لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في شهر جوان من سنة 2022. السادة الحضور مع حفظ الألقاب، شاركنا في الدورة كمتطوعين دورة ألعاب البحر العربي المتوسط وهران 2022، طرت الدفعة الأولى اليوم متربص في ولاية ورقلة. أنا مشاركة ومتطوعة من ولاية المنيعة في أعوان الملاعب في إطار تحضيرات لألعاب البحر المتوسط المقامة بوهران في 2022. اليوم هذا المرحلة الأولى في تكوين أعوان الملاعب كمتطوعين لأعوان الملاعب. ربما البطولة المتوسطة حتحتضن في مدينة وهران، ولكن عندها بعد وطني، ولازم كل أبناء الوطن وكل شرائح المجتمع الوطني يكونوا حاضرين معنا باش يساهموا في نجاح هذه الدورة.